تضرب صحفيين وحتى وللبوليسيين. احنا اليوم جينا تنقول انه ما رح ننزل بقى قدام التحقيقات الامنيه. اللي شفناه بالايام الاخيره هو اخر محاولات السلطه للقبض على حياتنا من خلال تكريس مبدا الافلات من العقاب. مرحلة جديدة عم يستخدم مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية لقمع الأصوات الحرة والصحافة الحرة أو المستقلة وأيضاً حرية التعبير بشكل عام. مطلوب من هذا القرار أنه حرية المحامين تتدجن، يعني تصير تحت سقف معين. ميلنا حسن شعبان منه لوحده، انه التهديدات اللي عم بيتلقاها لو ما صمتن وتقاعصن ما كانت وصلت لهون. وزير الاعلام زياد المكاري التقى في مكتبه في الوزاره وفي التجمع نقابه الصحافه البديله برئاسه المنسقه إلسي مفرج، وكان عرض لاهداف التجمع ونشاطاته. Yeah.